النماذج الطيبة في بلدنا ما بتنتهيش، دايما بنقول بلدنا فيها حاجة حلوة، والنماذج الحلوة أو المعدن الطيب بيظهر في وقت الأزمات. كل الدنيا متضيق، كل الأزمة الاقتصادية ما تكبس على قلب المواطن، كل الخدمات ما يزيد أسعارها، كل معاناة المواطنين في شتى مناحي الحياة ما تزيد، يبدأ يظهر معانا بقى الناس اللي معدنها طيب، الناس اللي بتساعد. امبارح عرضنا لحضراتكم أم نوال في الدرب الأحمر اللي فاتحة بيتها وعاملة طبلية بياكل عليها يوميا من 100 ل 150 مواطن. عرضنا لحضراتكم الطبيب بتاع الزقازيق، وقبل كده الجماعة اللي كانوا عاملين حملة في كفر الشيخ يشربوا الناس اللي ماشية في الحر. معانا نموذج طيب النهاردة من محافظة المنوفية، تحديدا مركز شبين الكوم، الحاجة نفيسة أبو شنب. نفيسة أبو شنب حاجة أو ست طيبة كده، عندها 85 سنة، قررت تتبرع بحتة الأرض اللي حيلتها واللي بيقدر تمنها 5 مليون جنيه من أجل إنشاء وحدة إسعاف في المنوفية. حاجة نفيسة عايشة لوحدها وربنا ما رزقهاش بأطفال، فقررت إنها تعامل كل أولاد القرية أو كل أولاد بلدها على إنهم ولادها. ولما قرب أجالها حسب كلامها حبت تتبرع بكل ما تملك من أرض لإقامة وحدة إسعاف، لأن البلد بين قوسين ما فيهاش وحدة إسعاف، ولأن المنطقة بين قوسين أيضا وزارة الصحة عجزت أنها توفر إسعاف للبلد، فدخلت الست الطيبة دي وتبرعت بخمسة مليون جنيه لإقامة وحدة إسعاف. النهاردة الصبح سيد إبراهيم أبو لمون محافظ المنوفية استقبل الحاجة نفيسة وكرمها وتصور معاه. أنا بحيي الحاجة نفيسة، وأتمنى أن الحكومة ما تهدرش تعب الست دي وفلوسها على الأرض، ونكتشف بعد سنتين اتنين تلاتة عشرة أن الأرض لسه بايرة، والحكومة ما عرفتش تبني عليها وحدة إسعاف، أو بنت عليها وحدة إسعاف وما جابوش عربيات، أو بنوا وحدة إسعاف وجابوا عربيات وفي نفس الوقت بيعملوا سبوبة على قفا المواطن وبيدفعوه تمن النقل للمستشفى أو حتى النقل للمشرحة. معايا فيديو للحاجة نفيسة وهي بتقول عايزة تكون صدقة جارية بعد موتي، ونفسي أشوفهم بيحطوا حجر الأساس. نتابع. وأنا بقى حتتي ورا البيت بتاع أخوي، فقلت الناس جم يقولوا يشتروها زي ما اشتروا بقية الغيط، وكان يعز علينا أن احنا نبيع الغيط. ده ورث من أبوكي طبعا. فكرتي بقى قلتي تعملي حاجه لله؟ قلت بقى يبقى ما حدش يستاهل انه ياخدها الا لوجه الله، صدقه جاريه لوجه الله. انا سمعت يعني من المحافظه بيقولوا قطعه الارض ديت تمنها يساوي 5 مليون.